إذن مشاهدينا، نعود لكم في مباشر جديد من ضواحي قلعة صرغنة، مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا صاحب جنان تعدى على فرس لأنها كانت كلت ليه من المحصول، ومولاها بغي يحماكم مشاهدينا. غنخليكم مع مولاها اللي غيحكي لنا تفاصيل مؤثرة على هاد الفرس أو هاد العودة. مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتابع معنا على المباشر، اللي تعرضت للاعتداء من طرف صاحب جنان أو الجار ديالو، هو اللي غيحكي لنا تفاصيل ديال هاد القضية ديال الاعتداء ديال على هاد الفرس. مشاهدينا طبعا تفضل معنا السي العربي، احكي لنا شنو وقع بالضبط مع هاد السيد هذا على هاد العودة وهاد هاد الفرس. العودة تسيبات لينا ومشات لتسيد جارنا، مشات لي وشوف كيفاش دار لها، ضربها وقطع لها العصب ديالها وقطع لها العظام وكلشي. صافي مشات خرج عليها صافي، وغير سيبات ومشات عنده. وراه جارنا زعما هاد السيد هذا، راه وانت شوف واش دار لهاد البهيمة. انا قلت لها انه جا الطبيب وقال لك ما كاينش امل في الرجل ديالها. الطبيب صافي قال لنا ما كاينش امل، ما عندها صافي، ما بقاش شاده حتى حاجه، ما بقاش شاده، والله ياخذ فيه الحق وصافي. هادشي دابا نقول حكي لنا شنو وقع، واش مشات ليه الجنان، دخلات ليه مشات الجنان، ليه ولا غير ما تسيبات ومشات ليه. هو ساكن قريب لينا هنايا، ومشات ليه الفصه ولا اش داكشي، وجا وهي مشكله ومقيده من رجليها، ودفعها تبعد هذا الاتساع، ونزل لها على العصبات ديالها والعظم ديالها وقطع لها رجلها. هادشي اللي كاين. هذا الانسان هذا دابا هو هاد السيد هذا، راه كتمشي عنده على ماشي على اساس. تفضل. دابا هاد السيد هذا اللي كتمشي، اللي مشات عنده، اللي دار لها بحال هكا، هي راه ما كتمشيش عنده على اساس بان زعما باغا تاكل ولا شي حاجه. دابا هو عنده واحد العوده تمايا وكتشم الريحه، وهي دابا كيما تيقولوا نازله خاصها العود. وملي مشات عنده شو كيدار لها نعمات، ها انت قرب كاع وشوف، ها انت رجلها قطعها عليها، ما خلى لها حتى شي حاجه، وكتردع وكيقول لك عار الجار على جارو. وهاد الناس هادو اخويا راه ما معاهم لا جوره لا حتى شي حاجه. شوف اخويا، ها انت هاد البهيمه هادي اشنو دايره، اشنو واكله لك، اشنو دات لك كاع، اشنو غتضيع لك، خنشه جوج ثلاثه بالغ وحده جوج، اش ضيع لك؟ قدعينا، كاين المصالح اللي خاصه بهذا الشيء، كيعرفوا اشنو تيديروا، ماشي بحال نقوموا لك. سيرنا عند القايد، دعينا دير اي حاجه نقوموا لك، ماشي مشكل. اما باش دير لهاد الحيوان بحال هكا، راه حشومه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. كنت كنطالبوا رجال السلطه باش يشوفوا لنا هادشي هذا كيفاش، وجمعيه ديال الرفق بالحيوان، كنطالبوا بهادشي هذا. الله يجزيك بخير. وضعتوا شكايه في الموضوع؟ وضعنا شكايه في الموضوع. ايوا هادشي ديك الله يحفظك. دينا لهم التصاور، دينا لهم المسائل كلشي، بانهم مازال كاع ما جا لا طبيب لا والو، باقي داكشي التصاور كما هما. واخا تفضل احكي لي، احكي لي شنو قال لك من بعد جبتوا الطبيب، شنو قال لك الطبيب؟ بعد ما جبنا الطبيب، اما اللي عطانا سميتو شهاده طبيه على اساس بان هاد العوده هادي ما بقاتش خدامه، ما بقات صالحه لا للكسيبه ولا للخدمه ولا حتى شي حاجه. هاد العوده هادي تعطبات مشات، ما بغينا نعرفوا شنو هو السبب، اشنو هو السبب، بان ما كلاتلك ما ضيعاتك ما حتى شي حاجه. هي كشامه ريحه العود كتمشي عندهم تمايا، وشوف اخويا دفعتها لدفعها لهاد الجهه، وراه الاطراس باقي تمايا، وراه باقي الدم، باقي كل شيء. وهاد السيد ها انت لدرجه بانه كاع لدرجه اخويا ها انت حتى الضربه اللي ضربها قطع على الشواطه ديالها، شوف التباع ديالها تقطع بحكم الضربه اللي تضربات بحال هكا ها انت. ودابا هاد الشيء راه غير داويناها واحد شويه، وخا قال لنا الطبيب راه ما كاين حتى شي امل في هاد العوده هاد. والله ياخذ فيه الحق اخويا، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. حنا بيدينا ما نديرو معاه شي حاجه فوق اللازم، ولكن ما اجي عندي القانون يمشي ياخذ المجرى نتاعو. واخا شنو من بعد ما اتصلتوا بينا، شنو هي المطالب اللي كطلبوا دروك من بعد هاد الاعتداء على هاد الفرس هذا؟ المطالب اللي كنطالبوا اخويا هو بان السلطات خاصها دير لنا بحث في هاد الشيء هذا، وتاخذ لنا حقنا من عند السيد هذا، بانه ماشي هذه هي البهيمه الاولى ديما تيدير بحال هكا. مشى عنده كلب قتلو، دجاج لاح ليه السم. هذا الراجل اخويا لا اله الا الله، ما عرفنا اخويا هاد الجيران هادو كيفاش. حنا بهايمهم تيجيو عندنا تنربطوهم، حتى كيجيو ليهم كيديوهم. وهو سيدي انت شوف هاد العوده مشات عنده، شوف كيفاش دار ليها، واش تردع مسكينه انت، خلاها هكاك ما واكلها ما حتى شي حاجه انت. زعما كون دات لي شي حاجه ولا خسرات لي شي حاجه نقولوا اه، وكاع وزيدون كاع الا خسرات ليه، راه كاين القايد، كاين بزاف الناس، قوم ندعينا قوم علينا، ما كاين حتى شي مشكل. دات لك مليون جوج ما كاينش مشكل،
العيبه والعاري الا ضيعناك، اما باش دير ليها بحال هكا راه حشومه. والمطالب ديالنا خويا حنا كنتمناو من السلطات يفتحوا لنا تحقيق اسيدي على هذا على هذه العوده هذه. حنا راه ما غاديش ننزلوا على حقنا باش ما كان باش ما كان باش ما كان. وشكرا. اذا مشاهدينا كما تابعتوا معنا من ضواحي قلعه الصراغنا، مشاهدي قناه شوف تيفي، فالتفاصيل المؤثره ديال هذا الفرس او هذه العوده اللي دخلات، تقول مولاها دخلات الجنان ديال الجار ديالو وتعدى عليها كما تابعتوا معنا مشاهدينا في التصريحات ديالو. اليوم هذا السيد يطالب بالجهات المسؤوله بتدخل بعد وضع شكايه في الموضوع باش ياخذ الحق ديالو من هذا السيد. جمعيه رفق بالحيوان الى سمعونا وشافونا يشوفوا. واخا قول التليفون ديالك. مرحبا تفضل قول التليفون ديالك. من ناحيه البيمه 06-38-83. تفضل. رقم الهاتف ديالنا نعم سيدي 06-38-83-81-10 06-38-83-81-10 وكنطالبوا منه من عام سيدي يشوفوا من حالنا ومن حال هاد البكمه هادي. راه جبنا لها دابا الفيترينير قال لك راه ما تصلح لها لا عمليه لا خياطه لا حتى شي حاجه. قال لك الحل الوحيد عندها هو بانها يا اما تذبح ولا تبقى هكا تتموت. حنا ما غاديش نخليوها هكا تتموت، حنا غادي نبقاو نقاتلو معاها ان شاء الله بانها عوده عزيزه علينا وكبرات عندنا. ما غاديش نفرطوا بها في اي وجه كان، يا بعمليه يا بالخياطه يا باش ما كان. حنا ما غاديش نفرطوا فيها بانها عوده ديالنا، ما غاديش نفرطوا فيها، عزيزه علينا بزاف، عزيزه علينا بزاف، كابره معانا، ما جبناها من اللي كانت قد ولدها وراه بالوريقات ديالها بكل شيء ليها. وليداتها راه كيتباعوا بالثمن، راه ماشي عشوائيه ولا زعما عوده ايرنسي ولا شي حاجه، راه بالوريقات بالمسائل بكل شيء ليها. وكنتمناو من السلطات نعم سيدي يفتحوا لنا تحقيق في هذا الموضوع هذا. إذا مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المباشر، ونعود لكم إن شاء الله مشاهدينا في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء.